عاد الله صباحكم بالخير وبالمسرات ويا هلا ويا مرحبا ملايين وصلوا على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جمعة، لا تنسون أنفسكم من الدعاء، وربي مكرمنا ما خلى عنا شيء، حطنا ساعات استجابة، حطنا اذكروا الله، عينوا من الله خير، ولي له حاجة ولي له دعوة متعسرة ولا متعقدة، ولا ترى الله كريم سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أنها مقضية فيها اليوم. أي والله الله يقضي لنا إن شاء الله ولكم كل خير. آمين. والله يا إشعاري إنها البارح قطعت هالجليجلة مغارة تمر الشهر رايحة جاية. الجليجل ما تعرفه، ما تعرف اللي يقول عطى الجليجل حقه إلها تأمين. تطبيق توصيل. تطبيق توصيل. أنت ما تعرف له، والله لو إنه في البلاي ستيشن إنك حافظ من أجهزة تنقيز، بس ما تعرف له عشان ما مر عليك. أبليكيشن صح زي ما تفضلت. الله يبقيك يا هلا يا أبوي يا مرحب. يا صباح الانوار. هلا 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 بالغالي، هلا هلا ما شاء الله تبارك الرحمن. اشغلنا متابعين على كيسلو، نقولون خلوا ابوك يسولف عليك. قلت ابوي نايم، خلوه لين يصحى بس ويسولف عليك. ما ابشر سوالف، في عند النشام مدريفه. الله ما هي بخرابيط تعود لي. ماشي. الله جبت الحصان وجبت هدفه وريفه، صم الحوافر من مراكيب الابواش. الله. وقلبي يحب ملافخات السفيفه، ونوم الخلا عندي رقاريز وفراش. الله صح لسانك. من هو قايل هذه؟ فجحان الفراوي. ونعم طيري. وسبعين نعم. اي والله يلا حيه. اهلا نعم رايحين باهم وسلم. الامور طيبه؟ ابشرك. اخذت التشيك حقك؟ يلا حيه يلا حيه. فلفل لبشن وفي المواصفات. فلفل لبشن وفي المواصفات. يلا حيه. الله يسعد هالوجهي والله. هالوجهي. انا علمتك وانت اسمع يا ابوي اسمع. تبع هذا الكلام. إيه؟ والله ابوي اني احس نفسي اني شيخ، وان علوم الشيوخ كلها فيا، بس الشيوخ فيهم قسوه في قلوبهم. انا اللي اجي الموضوع على زي الموضوع كل البارح. ايه ها اروح اتخرط ما اقوم ما اقوم. إيه؟ يجيني بلا ويجيني رعده وتجيني فركبي عظام. والله من جوده عظامك. لا والله ما شاء الله. طيبه ولا ما هي طيبه؟ لا والله لا والله مفارد قط. والله ما تعودت لك. ما جيتك ما جيتك. لا عقب. لا ولا عقب. والله انا مثلك وخيك بالله. اي أيوة والله دل موت حق اخوك. طيب وهذاك يا ابو من هو؟ سهل هذا ما يطلع ارد ورد. طيب انت يعني صامل مره؟ اي صامل. طيب تزوج. انا من هذا هذا من يومي ولا والله الفخر الدعوه. لا والله ما ذل تصريح. لا والله ما تصريح. تصريح صريح. صفاء ذهن الجلسة في البر ترويقة. هذا جوي أنا لو ما أدري وين أروح. والله ما ألقى ناس ومتع زيها. ما أدري عاد من اللي مثلي ومن اللي تغير معه. يحب التطور، يحب الروحات والجيات والطلعات والنزلات والشلات والحطات. أنا جوي كذا يا أخي. هذا جوي يا حلوك حلوة. المهر هذا اسمه بحر، ومبروك إن شاء الله حليلك. طبعا بحر شوف الفيديو. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب يدمها علينا من نعمة يا رب. اي والله الله يكثر خيرك يا ابوي. والله الله يحييك وجود عليك على الفطور. حياك الله. يسلمك الله وعافاك. تفضل 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 غانم. ما يخلص الطاوله الضيف المضحي. تعشيت وافطرت وعلى دوبك. انا عندي شغل في الطائف. الطائف اها. الاسد ما ضحك. انا اعلمهم مش اقول لك الاول وين راح شغلك. انا والله مو تسريبه من الاتصال اللي يقولون كره مواتر. وش الاتصال؟ على الحرام يدق التليفون مني. ما هو بامي. والمكالمه هاديه هاديه. انا اجي اخر شيء. قال الله يعافيك ان شاء الله انه نسير عليك. والله خاطيه منك.